بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الباب الثامن من كتاب الصلاة من بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخنا ابن حجر رحمه الله تعالى، باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. الحديث الأول عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث مع غيره من الأحاديث التالية تدور حول سجود السهو، قرابة 9 أحاديث عن سجود السهو وحوالي 7 أحاديث عن سجود التلاوة و3 عن سجود الشكر. هذه الصورة التي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر بعد أن صلى ركعتين لم يجلس للتشهد الأوسط وإنما قام، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، يعني صلى 4 ركعات، انتظر الناس تسليمه لكنه لم يسلم. ماذا فعل؟ كبر وهو جالس بعد التشهد الأخير وسجد سجدتين قبل أن يسلم، الله أكبر ثم سبح، الله أكبر ثم جلس، الله أكبر ثم سجد، الله أكبر ثم جلس ثم سلم. وهذا دليل الشافعية في سجود السهو، قال مولانا: وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. إذن حكم سجود السهو إيه؟ سنة، ونتأكد من هذا في أحاديث تالية. هذه صورة من صور سجود السهو. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، السجود مرتين، ولذلك يقال له سجود ولم يقل سجدة، سجود، إذن سجدتين. يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا اسمه كفارة للسهو، كفارة السهو، سجود السهو كفارة لما فات الإنسان من سهو، من نسيان، من خطأ. لكن إذا ترك ركنا من الأركان لا يجزئه سجود السهو فقط، وإنما يجزئه، يعني لابد من أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. إذن سجود السهو فقط يجزئ إذا كان المتروك المنسي سنة، أما إذا كان ركنا فلا يجزئ فيه سجود السهو فقط، لابد من الإتيان بالركن ثم سجود السهو. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر وإما العصر، لأن العشي ما بين الزوال إلى الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب صلاتي الظهر والإيه؟ صلاة الظهر والعصر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ولا تصلى هذه الصلاة إلا رباعية، الظهر أربعة والعصر أربعة. صلى النبي ركعتين ثم سلم، هذه رواية أخرى. في الرواية السابقة صلى ركعتين ثم قام لم يجلس، لكن هنا في هذه الرواية صلى الركعتين وسلم، فهذه صورة مختلفة. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، معناها أنه سلم وتحرك وراح يتصرف تصرف الذي لا يصلي، مفهوم؟ أمسك بخشبة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما من الهيبة، يعني رسول الله صلى ركعتين فقط من أربع، إن كانت الظهر أو العصر والصلاة رباعية، فكيف يصلي ركعتين فقط؟ ما الذي حدث؟ هاب أن يكلماه، المهابة الخوف، لكن المهابة الخوف بإجلال، بحب وإجلال وإكبار. وخرج سرعان الناس فقالوا أخسرت الصلاة، يعني الناس خرجوا مسرعين قالوا أخسرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، يعني إذا لم تقصر الصلاة فقد نسيت، يعني واحدة من اثنين، هو تأدبا مع النبي قال إما وإما، قال النبي لم تقصر إذا نسي. فصلى ركعتين، يبقى رجع وكبر ونوى إتمام الصلاة التي بدأها، فصلى ركعتين لتنضم الركعتان إلى الركعتين فتكون إيه؟ أربع، صلاة الظهر أو الإيه؟ أو العصر. ثم سلم، ثم إيه؟ لم يسجد بالسهو، لا سجد، لكن انظروا ها. ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. إذن إيه؟ سلم ثم سجد، عكس الإيه؟ الصورة الأولى، سجد ثم إيه؟ سلم. وهذا على غير مذهب الشافعية، ربما مذهب المالكية. ها؟ السجود إيه؟ بعد السلام وليس إيه؟ وليس قبل السلام. قبل السلام مذهب الشافعية، غير الشافعية يسلمون بعد السلام، يسجدون بعد السلام، غير الشافعية يسجدون إيه؟ سجود السهو بعد السلام. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. والأبي داود قال أصدق ذو اليدين، يعني أن النبي لما سأل، لما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر. وفي رواية لأبي داود أن النبي قال للصحابة أصدق ذو اليدين، يعني فيما قال، فأومأوا
أي نعم هكذا قال أو ماء هكذا، يعني قالوا نعم، وهذه إشارة بالإيه؟ بالإيجاب، نعم، مثل الإشارة هكذا، إشارة بالإيه؟ بالنفي، يعني الإشارة بنعم هكذا، الإشارة بالنفي هكذا. فأوماء أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقال وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. الحديث الثالث وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ثم تشهد ثم إيه؟ سلم، يعني في آخر الصلاة سجد سجود الإيه؟ السهو. كم سجدة؟ سجدتين. ثم تشهد، يعني لما قام من سجود السهو تشهد تشهدا آخر ثم سلم. هذه صورة ثالثة، مفهوم؟ الصورة الأولى سجد قبل السلام، الصورة الثانية سجد بعد السلام، الصورة الثالثة سجد ثم تشهد ثم سلم. يعني تشهد فلما كان عند السلام سجد، سجد ثم تشهد، يعني قام من سجود السهو فتشهد ثم سلم، مفهوم؟ صورة ثالثة. ربما يسأل سائل وما حكم الكلام الذي دار بين رسول الله وبين ذي اليدين؟ كلام في مصلحة الصلاة فلا يبطل الصلاة، كلام كان في مصلحة الصلاة فلم تبطل به الصلاة أو لم يبطل الصلاة. الحديث الثاني ويقاس على ذلك لو كان لو حدث كلام في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. الحديث الرابع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني معنى ذلك إيه؟ أنا صليت ثلاث أم أربع، صليت أثلاثا أثلاثا أم أربعا، ها يطرح الشك. الشك أن تبني على ما استيقن، إيه ما استيقن؟ الأقل، تبني على الإيه؟ على اليقين وهو الأقل. فإذا قلت أثلاثا أم أربعا فهي إيه؟ ثلاث. ركعتان أم ثلاث؟ ركعتان. ركعة أم اثنتان؟ ركعة. أن يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا يتفق مع الحديث الأول الذي يؤكد أن السجود قبل السلام. وأيضا الحديث الثالث فيه السجود قبل السلام، أما الحديث الثاني ففيه السجود بعد السلام. في الحديث الرابع ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما
كانت ترغيما للشيطان. وارد أن يصلي خمسا سهوا، السهو يكون من نقص ويكون من زيادة. ولذلك عند السادة الملكية إذا كان السهو من نقص فالسجود قبل السلام، وإذا كان السهو من زيادة فالسجود بعد السلام. عند السادة المالكية إذا كان السهو من نقص فالسجود قبل السلام، وإذا كان السهو من زيادة فالسجود بعد السلام. الحديث الخامس، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني زدت في الصلاة. صليت كذا وكذا يعني زدت في الصلاة، يعني صليت مثلا الثنائية ثلاثية أو الثلاثية رباعية أو الرباعية خماسية، ها؟ مفهوم؟ قالوا صليت كذا وكذا يعني زدت في الصلاة. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. وهذا أيضا دليل على أن السجود قبل الإيه؟ قبل السلام. ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال علماؤنا سجد رسول سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا شأنه، وليس هذا ايه؟ ليس شأن النبي السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاضر القلب في نومه وصحوه، حاضر القلب حتى في نومه، فكيف يسهو في صلاته؟ قالوا سهى للتعليم، سهى للتشريع، أراد الله أن يسهو حتى نتعلم، وإلا لو لم يسهو رسول الله ما تعلمنا كيف نسجد للسهو، أو كيف نعالج السهو في الصلاة. ومن هنا فلا يقيس أحد نفسه على النبي، ولا يقيس النبي بنا، لا يقول أنا نسيت لأن النبي نسي، ليس هذا من الأدب. أنا سهوت لأن النبي سهى، ليس هذا من الأدب. ولا يقول النبي يسهو كما نسهو أو ينسى كما ننسى، ليس هذا من الأدب. مفهوم؟ ضروري أن نفهم هذا، ضروري. علماؤنا أهل الأدب أهل العلم أهل الفضل قالوا سهى للتشريع، يعني كان السهو منه مرة لأجل التشريع حتى نتعلم، لكن لم يكن السهو شأن النبي، لم يكن السهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون؟ تواضعا منه. لكن في الحديث إني لست كهيئتكم، وفي رواية لست كمثلكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
فهذا انفراد، رسول الله ليس كمثلنا. أبيت عند ربي إيه؟ من يبيت عند ربه سوى سيدنا محمد؟ وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب يعني إيه؟ ها؟ يطرح الشك ويبنى على اليقين، هذا معنى يتحرى الصواب، يطرح الشك ويبنى على الإيه؟ على اليقين. واليقين هو الإيه؟ ها؟ الأقل. فليتم عليه ثم ليسرد سجدتين. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ده رواية، بال رواية تؤكد أن السلام قبل السلام، أن السجود قبل السلام وبعد السلام. الرواية بتاعت البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولا شك أنه بعد أن يسجد سيسلم مرة ثانية، لأن ختام الصلاة إيه؟ سلام. أفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، الحديث السادس. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسرد سجدتين. والشك نوع من السهو، الشك نوع من الايه؟ او صورة من السهو. من شك في صلاته يعني صلى ايه؟ ركعة ام اثنتان ام اثنتين، صلى اثنتين ام ثلاثا، صلى ثلاثا ام اربعا، وهكذا. فليسرد سجدتين ثم بعدما يسلم. بعدما يسلم يبقى ايه؟ السجود الاول ولا السلام الاول؟ السلام الاول. صحيح، هذا الحديث يشير الى ان السلام يكون اولا. يسرد سجدتين بعدما يسلم. عشان كده لقيت ناس تسجد قبل السلام فبها ونعمة، بعد السلام بها ونعمة. هذا مشروع وهذا مشروع، والأحاديث كما ترون كثيرة. الحديث السابع: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود. أفهم؟ إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، يعني بعد الركعتين قام إلى الثالثة، تبقى الصلاة هنا إيه؟ ثلاثية أو رباعية. بعد الركعتين فاستتم قائمة، يعني قام ووقف وقوفا تاما، أدي معنى فاستتم إيه؟ قائمة. فليمضي يعني يكمل بقى خلاص، يعني ما يرجعش. وعلى ذلك قال الشافعية: لو أنه قام إلى الثالثة ثم عاد إلى التشهد بطل الصلاة، لأنه ترك الركن للسنة، وترك الركن للسنة يبطل الصلاة عند الشافعي. ذلك قال: فاستتم قائما فليمض ولا يعود. ما عليه إلا أن إيه؟ يسرد سجدتين. فين؟ آخر الصلاة، قبل إيه؟ قبل السلام. فإذا لم يستتم قائما، يعني لسه بيهم كده، أو كما يقولون وقف نصف وقفة كده، أو لسه ما رفعش رأسه وقف لسه لم يستتم، خلاص فليجلس ولا سهو عليه ولا إيه؟ لأنه كده افتكر، يعني أدرك قبل أن أو أدرك في الوقت المناسب،
أدرك في الوقت الايه المناسب، لكن لو انه وقف أدرك بس في ليس في الوقت المناسب بعدما انتهى الايه انتهى وقته، وقت التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول أو الأوسط. لكن عند الإمام أحمد أنه لو قام جاز أن يجلس حتى لو قام. عند الإمام أحمد بن حنبل في مذهبه أنه يجوز أن حتى إذا وقف أن يرجع، قال لترتيب الصلاة، مراعاة لترتيب الصلاة، يعني حتى لا يترك التشهد الأوسط، مراعاة للترتيب يرجع ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويتم الصلاة. الحديث الثامن عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث معناه أن الإنسان المأموم يأتم بالإمام، إذن المأموم ليست صلاته منفردة وإنما صلاته تابعة للإيه؟ للإمام. فإذا سهى الإمام فسهى لنفسه وللمأمومين، لكن إذا سهى المأموم ليس لا يسمى سهوا، لأنه إيه؟ متابع للإمام، محسوب على الإمام. ليس على من خلف الإمام سهو، يعني ما معنى ذلك إيه؟ أنا قلت وأنا أصلي صلاة الظهر خلف الإمام قرأت الفاتحة أم لم أقرأ، قرأت سورة بعد الفاتحة أم لم أقرأ، سبحت في الركوع أم لم أسبح، سبحت في السجود أم لم أسبح، هذا شك، هذا سهو، لا اعتبار له. كل هذا الكلام لا اعتبار له، لأنك تصلي مع الإمام، إذن أنت تابع للإمام. إذا ركع ركع، إذا ركع ركعت، وإذا سجد سجدت، وإذا قام قمت، وإذا جلس جلست، وإذا وهكذا. هذا معنى، هذا معنى ليس على من خلف الإمام إيه؟ فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلف، يبقى لا يحصل الإمام المأموم يعمله وخلص. الحديث التاسع عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو إيه؟ سجدتان، بعد ولا قبل؟ بعد إيه؟ بعد السلام، على غير مذهب إيه؟ الشافعي. بهذه الأحاديث التسعة انتهت أحاديث سجود السهو، ونبدأ في أحاديث سجود التلاوة. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سجدة التلاوة، في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، في سورة الانشقاق آية سجدة، وفي سورة اقرأ آية سجدة. فسيدنا أبو هريرة بيقول صلينا مع النبي فقرأ بنا سورة الانشقاق وسورة إيه؟ اقرأ، فسجدنا معه لما بلغ آية الإيه؟ السجدة. معلوم. الحديث الحادي عشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ما معنى هذا؟ يقصد آية السجود في سورة صاد ليست من عزائم السجود. عارفين السجدة اللي في سورة صاد؟ وإيه؟ وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. سيدنا ابن عباس بيقول صاد يعني آية السجود في سورة صاد ليست من عزائم، كلمة عزائم يعني موجبات فرائض،
ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله يسجد فيها. يبقى إيه؟ سنة. يبقى حكم سجود التلاوة إيه؟ زي حكم سجود السهو إيه؟ حكم سجود السهو سنة. حكم سجود السهو سنة، حكم سجود التلاوة سنة مش واجب. وعنه صلى الله وعنه رضي الله عنه عن سيدنا ابن عباس أن النبي سجد بالنجم، رواية سيدنا البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها. الله، يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ بيأكد إنها سنة. قرأها مرة فسجد، وقرأها مرة فلم إيه؟ فلم يسجد. لو أنها فرض هيسجد كل مرة، لكن ده يؤكد أنه سجد فيها مرة ولم يسجد فيها مرة، فالأمر على الإيه؟ على الخيار أو الاستحباب أو الندب. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين. فيها السورة الوحيدة في القرآن الكريم اللي فيها كام سجدة؟ اثنين. عارفين سجدة السجود اللي التلاوة في القرآن كام واحدة؟ 15 بموضع الصاد، لكن الإجماع على أنها 14 سوى موضع صاد. سوى موضع إيه؟ قالوا لأن صاد السجود فيها مختلف بين أن يكون سجد تلاوة أو سجد شكر، لكن المتفق عليها أن الأربعة عشر المبدوءة بآخر آية من سورة الأعراف والمختومة بآخر آية من سورة العلق الأربعة عشر كلهم سجدات تلاوة باستثناء إيه تاني؟ صاد. الأخيرة من الربع الأول، الآية الأخيرة من الربع الأول والآية قبل الأخيرة من السورة، ودي السورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سجدتين. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجده. أهش، مش معنى ذلك ان واحد بيقرا السوره وبعدين مش عايز يسجد فيعدي الايه ما يقراهاش، لا طبعا مش كده. امال معناها ايه؟ فيها سجدة تلاوة، ادي المعنى مفهوم. لكن واحد يقول لي ايه خلاص انا مش هسجدهم، النبي قال ما تقراهاش وخلاص فام عد الآية، ما ينفعش. آية سجد التلاوة خلاص ما تقرأش الآية خلاص. الحديث الخامس وعن الحديث الخامس عشر وعن عمر رضي الله عنه قال أيها يبقى بان هذا أن السجود إيه؟ سنة. في رواية البخاري هذه رواية البخاري في الموطأ لم يفرض السجود إلا إيه؟ يعني إيه إلا أن نشاء؟ إلا أن نقرأ الآيات التي فيها سجود. يبقى إحنا شئنا أن نسجد فقرأنا الآيات التي فيها إيه؟ سجود. نقرأ آيات أخرى، أدي المعنى. الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وده الأصل بقى،
كان النبي يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. إلى هنا انتهت أحاديث سجود التلاوة. بقيت أحاديث سجود الشكر. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. أدي سجود الإيه؟ الشكر. ما الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟ لو كان في غير الصلاة يعني، لو كان في غير الصلاة. سجود التلاوة نكبر ونسجد. سجد إيه؟ تلاوة. سجدة واحدة ولا اثنين؟ سجود السهو كام؟ سجدتين. سجود التلاوة واحدة، نكبر لها ونكبر منها، الله أكبر ونسبح ثم نقوم الله أكبر. أما سجود الشكر فتحتاج إلى التسليم، الله أكبر في البداية ثم نسلم في النهاية. هذا هو الفرق بين سجدة التلاوة وسجدة الشكر. أو يرى البعض أن سجود التلاوة سجود الشكر كسجود التلاوة، تكبير وتكبير وفقط ولا سلام، يعني معك صورتين. لكن السجود السلام في الشكر أولى. الحديث الثامن عشر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. بما بشر سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بشره بأن من صلى عليه صلى الله عليه، بشره بأن من صلى عليه صلى الله عليه. الحديث التاسع عشر وبه نختم عن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فبعث إليه سيدنا علي بأن الله أكرم قوما فأسلموا، فكتب علي بإسلامهم. فلما جاء الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بإسلام أهل اليمن خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. طبعا الحديث السابع عشر والحديث الثامن عشر والحديث التاسع عشر فيها ذكر السجود فقط، سجد فيها ايه؟ ذكر السجود فقط، سجد. وهذا ما جعل البعض يقول انه كسجود الايه؟ التلاوة، مجرد السجود الله اكبر الله اكبر. لكن هناك بعض الفقهاء قالوا هناك صلاة الشكر، صلاة الشكر، وقالوا هذه الصلاة ثماني ركعات صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة شكرا لله على نعمة الفتح. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراكعين الساجدين المصلين الخاشعين القانتين، وأن يتقبل منا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.